اللي قولي لي يا بوبا، هو اللي مخنوق من مراته يعمل ايه؟ ولا حاجة يا حبيبي، يرمي عليها يمين الطلاق ويطلقها. طب واللي مخنوق من امه يعمل ايه؟ يشوف له ام تانية. وانت مخنوق من امك ليه يا الدلعاج؟ وانا هتخنق من ايه؟ مش كفاية العز اللي احنا فيه ده؟ انت بتتريق عليا يا واد؟ طب بكرة تشوف، ان ما خليت المكان ده يتبدر خواجات ويتملي عجل ما باش انا امك، وخلي الفلوس نازله عليك زي الرز وزي المطر. بقول لك ايه يا اما، انت اخرك معايا عشان ما تزعليش، يعني الكيلو 26 طريق السويس، وانت عارفه هتروح ازاي بقى. يا نهارك اسود ونايل كده واد بتبيعني؟ انت اللي اخر مشروع معايا المشروع ده، خلاص بعد كده انت في حالك وانا في حالي، مفهوم يا ليمبو؟ لو النبي شغليني معاك، شغليني معاك. مش هشغلك، انا خلاص اتخنقت منك، خلاص كده بقيت مخنوق بشوف حالة متودك. انا مخنوق منك بقى من زمان. ما تشوف حالة متودك مش هشتغل معاك، خنقتني.